قدوس 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 بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم. وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. فلم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعدتنا دائما بأنبيائك القديسين. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد الجنس ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم علينا بالميلاد الفوقاني بواسطة الماء والروح وجعلنا له شعبا مجتمعا وصيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذي في العالم وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نازل إلى الجحيم من قبل الصليب. حقا وقام من بين الأموات في اليوم الثالث وصعد إلى السماوات وجلس عن يمينك أيها الآب ورسم يوما للمجازات الذي يظهر فيه اليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كنحو أعماله. رحمتك يا يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطوبويتين المحيية نحو السماء لك الله بوسعي كل أحد وشكرا. آمين. باركه. آمين.
وقداسه. قسمه وأعطى الخواص من القديسين وسائط طريقا إلى أن خذوا كل منه كلكم، لأن هذا هو جسد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة. وهكذا أيضا الكاس بعد العشاء مزجها من عصير الكرمة والماوى شكرا. آمين. وباركها. آمين. وقداسها. وعطى عيدا لتلميذ القديسين وصل طريقا إلى أن خذوا اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن آجي. آمين آمين آمين. بموتك يا رب نحن أيضا نصنع ذكر آلامه المقدسة وقيامة من الأموات وصعود إلى السماوات وجلوس عن يمينك أيها الآب، وظهور الثاني الآت من السماوات المخوف المملوء مجدا. نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدة من سير الدين اسمه آمين. وهذا
النفس يجعله جسدا مقدسا له. حقا أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. وأيضا حق النور آمين. يعطى لمغفرة الخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. نسألك أيها المسيح إلهنا ثبت أساس الكنيسة وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا لينمو بر الإيمان. سهل لنا طريق التقوى الرعاة اضبطهم والذين يرعونهم ثبتهم. أعطي بهان للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات طهارة للذين في البتولية حياة صالحة للذين في الزيجة رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء وداعة للفضلاء معونة للمساكين نجاحا للطلباء عملا للمحتاجين الشيوخ قوم والذين في الحداثة أدبهم غير المؤمنين ردهم لتنقض افتراقات الكنيسة حل تعاظمها للبدع ونحن كلنا حسبنا في وحدانية التقوى. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا ان نتناول من قدساتك طهارة لانفسنا واجسادنا وارواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين ارضوك منذ البات. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعة الرسوليه. صلوا من اجل سلام الواحده الوحيده المقدسه الجامعة الرسوليه كنيسه الله الارثوذكسيه. يا رب اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها. واولا اذكر يا رب ابانا الطوباوي المكرم رئيس الاساقف بطريركنا الباب الانبات ودروس الثاني واخاه الروحي ماري اغناطيوس افرام الثاني بطريرك انطاكيا وشركائي في الخدمه الرسوليه ابائنا الاساقف المجتمعين ما انا. صلوا من اجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الانبات ودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس اساقفه المدينه العظمى الإسكندرية وأخي الروحي ماري إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكيا وشركائي في الخدمة الرسولية أبائنا الأساقف المجتمعين معنا وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. يا رب ارحم. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة انعم بهم على كنيستك المقدسة يرون قطيعك بسلام
اذكر يا رب القمامصة وكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل القمامصة والقصوص والشمامسة ولبد أخنيين سبع طغمات كنيسة الله. وكل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا ما الذي لك وكل المواضع وكل أجرة أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسلم المدن والأقاليم والجزائر والأديرة. الساكنين فيها بإيمان إلا تفضل يا رب مياه النهر في هذه السنة باركها. اطلبوا عن صعود مياه النهر في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلى هنا ويصعدك مقدار ويفرح وجه الأرض ويعولنا نحن بني البشر ويعطي النجاة للبائم ويغفر لنا خطايانا. تفضل يا رب أصعدك مقدارك نعمتك فرح وجه الأرض ليروا حرثها وتقصر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس. إن عين الكل تترجاك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حينه اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد. املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء
أبائنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأقصار القديسة المملوة مجداً العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة والقديس يوحنا السابق الصابغ والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء وناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول الطاهر والشهيد والبطريرك القديس ساويروس ومعلم نادي سقورس والقديس أثناسيوس الرسولي والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا زابي الفم والقديس ثيودوسيوس والقديس ثاوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غريغوريوس الصانع العجائب والقديس غريغوريوس الأرمني والثلاثمائة والثمانية عشر المجتمعين بنيقيا والمائة والخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسوس وأبانا القديس العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاث مقرات شمت أبا مكارين من شيري تير وأنا صبرو فورس نم بنيوت أبا يوأنس بيه جومانوس نم بنيوت أبا بيشوي بيثمي بيرو من تيليوس بي من ريت انت بن سوتير ان أغاثوس نم بنيوت أبا بابلي بيرم تموه نم زيكي إيل بف ماثيتيس نم ناشوي سينيوت اثقوا بن روميوس ماكسيموس نم دو مديوس دكرانت نف مارتير Les anciens dos étaient dits puissants, c'est Moïse et Jean Caméro, prêtre. Et de notre père Amba Daniel Goumen, et notre père Amba Isidore, le prêtre, de Amba Pacom, le père de Cénobite, et de Théodore, son disciple. De notre père Amba Genota, l'archidémédiatrice, et Amba Waïsa, son disciple. أبانا أنبا أبرام أسقف الفيوم والجيزة والقمص ميخائيل البحيري تلميذه وأبانا القديس البطريرك البابا كيرلس السادس والقديس حبيب جرجس رئيس الشمامسة وكل مصافق قديسيك هؤلاء الذين بسولات مطلباتهم ارحمنا كلنا معا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا قارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.